مؤسسة الفيلم العربي ده بالنسبة لي فكرة عظيمة. ليه فكرة عظيمة؟ لأن احنا من زمان جدا جدا بيبقى نفسنا كسينما عربية يبقى في تكتل أو في اندماج أو في تعاون طول الوقت، وده مش كانش حاصل أبدا يعني، ودايما أكننا بنشتغل في جزر منعزلة. لطيف جدا وحاجة عظيمة جدا يكون في تعاون وتبادل خبرات يعني، ويجوز جدا يكون احنا محتاجين حاجات حد يمدنا بيها من في السينمائيين العرب، والسينمائيين العرب هم كمان محتاجين ان احنا نمد لهم ايد بالخبره او بالمعونه برضو في حاجه هم محتاجينها. ده امر بقى يعني ايه، بقى ضروره او حتميه يعني، مش حاجه رفاهيه مثلا او النهارده حفله يعني ظريفه الناس هتتجمع فيها العرب بقى السينمائيين العرب ومبسوطين وكده، لا لا الموضوع فعلا مهم جدا. واللي ياخد باله السينما العربيه اخر 5 سنين واصله ازاي بره وفي مهرجانات كبيره جدا جدا، والجمهور الاوروبي والعالمي يعني بيحب جدا يتفرج عليها وبيتسابقوا عشان حضور الافلام دهيت، يفهم قد ايه ان احنا بقى عندنا اداه قويه جدا علينا ان احنا نستخدمها او نستغلها في ان احنا بنعلن عن نفسنا كناس بتعمل فن عندها حضاره عندها ثقافه. ومهرجان كان ده مهرجان كبير جدا بيحصل فيه فعاليات كبيره قوي، وكتير قوي من المؤسسات او المبادرات او كده بتعلن عن نفسها فيه. ليه؟ لان هو مهرجان ضخم وبيتيح فرص ان انت ممكن تعلني عن لكن الهدف الحقيقي بتاع مؤسسه فيلم عربي مش ان هو بيعلن عن تواجده في كان، هو بيعلن عن تواجده او بيعلن عن تاسيسه من خلال مهرجان كان، ده مش المهم. هو المهم ماذا بعد اعلان التاسيس، او ماذا ايه اللي هيفيدني انا كفيلم ميكر، ايه العائد، ايه اللي احنا منتظرينه، سواء كان مهرجان كان سواء كان مهرجان القاهره. لكن اللي بيمنحه مهرجان كان ان يبقى في يعني باز اعلامي اكتر، او يعني الفكره بتاخد حقها من انها تبان قدام الناس بشكل اكتر. لكن الاهم هو ايه الخطوات.